فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندنا في مصر إذا زاد منسوب نهر النيل هل يشرع لنا صلاة الاستسقاء، وهذا يؤدي إلى موت تلك السنة؟ إذا إيش؟ يقول: عندنا في مصر إذا زاد منسوب نهر النيل اللي يسمونه الفيضان، نعم، هل يشرع لنا صلاة الاستسقاء وهذا يؤدي إلى موت تلك السنة؟ ما يشرع صلاة الاستسقاء، يشرع الدعاء بأن يرفع الله المطر عن فروع الوادي، لأن الوادي يأتي من فروع ينزل عليها المطر في الشتاء ويتجمد، فإذا جاء الصيف ذابت هذه الثلوج ثم جاءت مع الوادي النهر، فإذا زاد منسوبه يدعون الله بأن يرفع المطر عن فروع وادي النيل. نعم.